المزيد حول جلسة مجلس النواب يطلعنا عليه زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. جلسة تاريخية شهدتها اليوم أروقة وقاعة مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. هذه الجلسة التي تقدم فيها 16 عضوا من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبيان التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج أرضه وتحديدا إلى سيناء. تحدث العديد من نواب الشعب نواب مجلس النواب عن أهمية رفض هذا المخطط، وبالتالي تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للرد على هذه طلبات الإحاطة، وأكد أن الدولة والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لرفض هذا التهجير القسري الذي تقوم به حكومة الاحتلال وتسعى إليه الكثير من الحكومات الأجنبية. وبالتالي تحدث وأفرد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذه الإجراءات بداية من عمليات الإعمار التي أكد أنها سوف تشهدها سيناء وتشهدها بالفعل أرض سيناء وخاصة منطقة شمال سيناء، وأكد على أن أرض سيناء وخاصة منطقة شمال سيناء سوف تشهد تسكين الملايين والعديد والكثير من المصريين خلال الفترة المقبلة، هذا فضلا عن المشروعات التنموية التي تشهدها أرض سيناء و مدن محافظة شمال سيناء على وجه الخصوص. تحدث أيضا دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الجهود المصرية الكبيرة التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، ومن بينها الجهود الدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية لمنع تهجير الفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة أو خارج القطاع وخاصة إلى سيناء. كلمات دولة رئيس الوزراء قوبلت بتصفيق حار من السادة أعضاء مجلس النواب الذي اجتمع اليوم بكافة أطيافه ومكوناته ومعبر عن جميع أطياف ومكونات الشعب المصري، وبالتالي كان هناك تصفيق حار لكلمات الدكتور مصطفى مدبولي في نهاية هذه الجلسة التاريخية. ونذكر هنا أن هذه ليست الجلسة الوحيدة التي يعلن فيها مجلس النواب رفضه لمخطط التهجير القسري، كان قبل هذه الجلسة سبقها جلستان أيضا رفض فيه مجلس النواب هذا المخطط لتهجير الفلسطينيين، ولكن هذه الجلسة كانت جلسة تاريخية بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.